يمكن مشاهدينا قلنا لكم قبل ما نطلع فاصل ان الاسر الكويتيه حقيقه الذي تنجب يعني اشخاص حقيقه نفتخر فيهم كشباب كويتي او كبنات كويتيات، حقيقه هم خير نموذج اللي يمثل ويعكس صوره المجتمع الحقيقي. اليوم معانا اسره فارس الريش، بنات كويتيات يقدمون رساله علميه ويعكسون صوره البنت الكويتيه الحقيقه، البنت او الطالبه في طالبه الطب في المانيا الوحيده هناك، اسال الله يستر عليها ان شاء الله ويحفظها، روان فارس الريش وايضا لما فارس الريش طالبه الطب ايضا في امريكا، وايضا والدتهم الاستاذه حنان تشاولي، تقبل الله طاعتكم، حياكم الله. الله يحييك. منورين. يا هلا وسهلا فيكم. وطبعا انا سعيده باني التقي في ام تكون لها بنتين كل واحده في غربه، فهذه يمكن حاله جديده. اتوقع في امهات وايد عانوا ان مثلا عيالهم يكونوا عايشين برا، او مثلا تلحق بنتها مع بنتها الثانيه في نفس الدوله، ولكن انتم حالتكم تختلف، كل واحده في بلد. نبي نتحكى مع الوالده اكيد بالبدايه، نتعرف على تجربتهم من خلالك. يا هلا فيك. هلا فيك. يا هلا. اول شيء هي كل بنت بقاره. اي. وكل بنت اختلاف الوقت. فتخيلي لما تنطرين عايشه بين الليل والنهار. واو. البنت اللي بالمانيا بيني وبينها طبعا ممكن يكون فرق بسيط، اللي هي دائما الصبح كل النهار كله انا اتوقع منها تليفون تسالني تستشيرني. لما يصير الليل طبعا فرق الوقت بامريكا، فانا اتوقع دائما تليفونات ومحادثات وتستشيرني وتقول لي ماما شنو صار معاي شنو بسوي، يعني دائما بحاله ترقب. قلبك طبعا قلب ام وبنت حتشه، ونسولف يا محمد مع روان ولبا ونكتشف عن تجربتهم، خصوصا ان هم تميزوا في محفل خارج الكويت اكيد، وشرفونا وبيضوا وجوهنا على قولتهم خارج الكويت في اوروبا، يعني في مكان وايد بعيد. راح نعرف عن التجربه، ولكن بنشوف تقرير حق روان في البدايه اعددناه، ونرجع مره ثانيه نستكمل الحديث. بعيداً عن أحضان الوطن وبيت الأهل والأصحاب، استقبلت الطالبة روان شهر رمضان الكريم. روان طالبة في مجال الطب البشري، تدرس هنا في العاصمة الألمانية برلين منذ 4 سنوات. تنهمك في العمل والدراسة لكي تخفف عن نفسها نار الحنين للوطن والشوق لجلسات العائلة في هذه الأيام الفضيلة. طبعا احب مبارك عليكم الشهر الجميع، شهر فضيل. انا صرت طالبه وصار لي تقريبا 5 سنين في المانيا، وهذا الحين تقريبا رابع مره احسبه في رمضان في برلين. طبعا اجواء برلين في المانيا طبعا تختلف عن عندنا بالديره، طبعا احنا نعرف، بس بالرغم من طبعا ساعات طويله هي 20 ساعه طبعا تقريبا هني للساعه 9:30 اذان المغرب، بالرغم من الكويت تقريبا الساعة 6، بالرغم من هني طبعا الدولة فيها نشاطات فيها طبيعة، وخاصة الحين موسم كرة القدم للكأس الأوروبا، إلى أنه يفتقد الواحد اللي هو الجو الرمضاني مثل صورة الأذان التراويح، يفتقد لجو العائلي اللي هو الإفطار مع العائلة. هذه أشياء يعني الواحد هي دائما يحب يشوفها في رمضان، خصوصا أن شهر العبادة يحب يتقرب فيها الله بعد سبحانه وتعالى، فيحب يسمع أصوات الصلوات، هذه أشياء يفقدها الواحد يعني. فترة رمضان هي شهر يعني يختلف عن الأشهر الثانية في السنة، هي الفترة اللي يشتاق فيها الشخص للجو العائلة اللي هناك، يشتاق للأيام اللي يعيشها أيام الطفولة. طبعا يمكن أكثر شيء اللي أنا أتذكرها وأحبها هي لما الإفطار على طبخ الوالدة، الواحد شلون يعني يستطعم طبخ الوالدة في الأيام. أهم شيء ثاني اللي هو إحنا طبعا معروف عندنا الأطفال اللي هو القرقيعان، اللي هو لما اليهال يجون يدقون على الباب ويغنون قرقيعان وقرقيعان، يعني هذه أيام يفتقدها الواحد ومو موجودة هني. هو وجود طبعا هني في جالية يعني كبيرة من المسلمين ومن مختلف الجنسيات، يعني مو بس الجنسية العربية بل الجنسية الباكستانية التركية. فهم بالرغم من أن الواحد هني أنا كطالبة مثلا عندي صديقات دائما نتجمع، نحب كل أسبوع مرة باليوم مرة بأسبوع نتجمع نفطر مع بعض نطبخ، تشوف الأصناف طبعا من مختلف الثقافات مختلف البلاد. هم شيء ثاني اللي هو طبعا الشعب الألماني اللي أنا عجبني أنه متفهم،
لأن الواحد لما يصوم كم موقف صار مع طالبة اللي هم دائما ألاحظ أنهم لما شو يعرفون أن هذا رمضان هذا شهر إحنا نصوم فيه يحاولون أن ما يشربون أمامنا ما يأكلون قدامنا دائما يستأذنون، فهذا شيء حسيت يعني أن جميل أن الشعب متفهم مع الرغم من أنهم الديانة مختلفة. طبعاً بالأيام العادية أيام الدوام تكون بالعادة لأن من الإفطار متأخر الساعة 9:30 سنة طبعاً 20 ساعة تقريباً، فالواحد ما يلحق يلتقي مع ناس، لكن بالويك أند طبعاً ممكن نتجمع أنا وصديقات مني بأن يكون يعني وقت فاضي والواحد ما عنده دراسة، فممكن نسوي مثلاً مرة بالأسبوع كمثل ما إحنا كنت نسوي العادة أن نتجمع وناكل مع بعض. لهذا الشهر الفضيل أجواء مميزة وروحانية نبحث عنها في كل مكان، لكننا لا نجدها في النهاية إلا في الوطن ومع الأهل. لهذا الشهر الفضيل أجواء مميزة وروحانية نبحث عنها في كل مكان، لكننا بالنهاية لا نجدها إلا في الوطن ومع الأهل. إبلينا أبو عساف لتلفزيون دولة الكويت برلين. طبعا مشاهدينا مثل ما شفتوا هذا التقرير الجميل حق بنيتنا روان فارس الريش اللي حقيقة قاعد تصارع الحياة ما بين تحقيق الحلم وأن تقدم شيء جميل لأهلها لأسرتها لوالدتها لوالدها وأيضا لبلدها الكويت وما بين حياتها اليومية في ألمانيا. روان أنت الطالبة الكويتية اللي بألمانيا تدرسين طب الوحيدة. وأيضا بعد في خبر بعد ثاني أن هي الوحيدة أخذت المركز الأول على كل أفرع أكاديمية الملك فهد، ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني مو على بس يعني الفرع نفسه. خلينا نتكلم عن هالتجربة. والله يعني هي كانت تجربة حلوة طبعا، خصوصا أن كانت أول مرة نروح بالدولة لها لغة ثانية اللغة الألمانية، فكانت أول شيء صعبة، بس طبعا مع إمتنانة الأهل ووجود الوالدة والوالد فهاي أمور تساعد يعني. أيوة وإحنا نبي نذكر محمد أن الوالد دبلوماسي أكيد والوالدة تخصصها علوم سياسية، وهم كانوا متعودين على الغربة ولكن بشكل أسري كلهم مع بعض، لكن هالمرة كل واحدة راحت على بلد، كل واحدة في قارة في بلد لحالها، وأنا بعد ما أبي يخلص ويطوف الوقت بدون ما أسأل المقتربة الثانية لما اللي هي في أمريكا تدرس علوم سياسية، شو وداك على العلوم السياسية؟ تبتصيرين نفس ماما ولا البابا؟ الاثنين والله، الماما والبابا. أنا يعني من يوم ما رحت سافرت ألمانيا مع الأهل ورحنا يعني دخلنا بغربة وكذي، قمنا نقابل سفراء هناك وقمنا نقابل دبلوماسيين هناك. لما قمت أتناقش معهم سؤال يعني مناقشات عن السياسية وعلوم سياسية وكذي، صراحة شيء هذا عجبني وايد يعني. صرت أسأل الوالدة وايد عن الأشياء هذه، صرت أسأل الوالد عن السياسة شو تسوون وين تروحون شو المناقشات تناقشونها مع السفراء، وكانت يعني تجربة حلوة يعني حلو. إيه ونفس الوقت يعني بعدين طلعت لي حلم جديد إنه خلاص أبي أصير إن شاء الله يعني سفيرة مستقبلا إن شاء الله. الوالدة علوم سياسية تخصصها عسى الله يحفظها. الوالد شنو تخصصها؟ كلية شرطة أتوقع، مو متأكدة. مو مثلكم. الوالد معانا على الشاشة، إذا بخرجنا يحطه إذا تكرمت. أكيد هو موجود معانا عسى الله يحفظه. ما يدري إنه قاعد نصوره إحنا. حاولنا إنه يطلع معانا بس قال لا خلي البنات اللي قدموا نموذج شيء. أكيد وأمهم. نفتخر فيها. الوالدة موجودة. الأساس. الحين إحنا ككويتيين الحقيقة ليس تزلفا أستاذة حنان، إن فخورين خواتنا اللي قاعد يقدمون هالشيء هذا، خصوصا إن روان طلعت المركز الأول على مستوى أفرع أكاديمية الملك فهد من صغيرة وعندها ثلاث لغات أعتقد أو أربعة، الأسبانية الألمانية الإنجليش العربي طبيعي ما شاء الله. شو إحساسك أنت كأم الحين لما تشوفين بناتك قاعد يتدربون عشان يقدمون شيء جميل حق بلدهم الكويت؟ هو عموما يعني البنات كان من الأساس وعيالي عموما هم عندهم حب للعلم، حب للدراسة، للغة، للثقافة، دائما يبحثون عن المعلومة. فأنت لما تغربنا في ألمانيا تدري الشعب الأوروبي منفتح وبعدين في جو ثقافي، فأنت لما تيجي تقارن إحنا يعني شوي شوي كمجتمع منفتح وثقافات وبعدين جاليات مختلفة، فتحس إن أنت محتاج أكثر
تتعلم. فهذا يعني هي فرصه ان انت تتعلم وتشوف. فبداوا امه ياخذون يعني بداوا انه يتعلمون يدخلون لغات يتعرفون على الناس. يعني التنشئه كانت تعليميه من الاساس لغرس إيه إيه احنا كان اهتمامنا اساسا بعيالنا التعليم، نوعيه التعليم، شنو المدارس اللي يدخلونها، شنو اللي لازم يتعلمون، في حرص على التميز يعني. والتميز ايه ان دور على المعلومه، ابحث. العلم مجاله واسع ومفتاح العلم اللغه، فانت عشان تبدا تفتح وتشوف افاق ثانيه واجواء ثانيه وبيئات ثقافيه ثانيه لازم يكون عندك لغه. اي فهي وايد كانت مهم انك انت تتعلمين وتشوفين وتشوفين شنو اكو بيئات ثانيه، شنو الدروس، شنو التخصصات طبعاً. يعني المستقبل احنا دائما كنت هيهم ماما انه والله درسوا، بس انت عشان تدرس لازم تبدا تاخذ لغه، لازم تتعلم اكثر من لغه. حلو، عسى الله يحفظهم ان شاء الله. هذا الجانب المشرق لما كانوا صغار فيهم شيطنه فيهم شيء؟ هو لا هم دائما وايد يحبون كانوا القراءه ما شاء الله. هم كان عموما جونا احنا المدارس تدري نوعيه المدارس تساعدك يعني تبحث النقاش الانشطه هذه وايد. وبعدين انا عندي كانت روان هي اصلا كانت نوعيه مدرستها فجر الصباح، هم كان وايد يشجعون هالشيء. لما طلعت بعدين طلعنا المانيا بدت عاد هي اللي تخلط جو ثاني، وهي خلصت الثانويه العامه في اكاديميه الملك فهد. انا كنت ابي اسال الصراحه بما انهم بنوتاتك يعني اسم الله عليهم يعني كل واحده في غربه، فباخذ الجانب اللي هو النسائي، عرفتش بسال ها؟ كنت بعرف منو فيهم بلشت الطبخ قبل؟ منو فيهم كانت تدق عليك تعاني من ان هي بغربه بروحها مو قادره تشيل عمرها؟ كلمينا عن الثنتين. هم مجرد احنا ما تغربنا، احنا ما كنا نسافر اول البداية. كنا بامريكا، فتدرين امريكا هناك لازم الفاميلي تساعد، يعني كانوا يساعدوني يدخلون معي المطبخ. كان في بوادر من قبل يعني يطبخون؟ اي يدخلون، لا يدخلون. وحتى بعدين اشوف لما مقطع كلامك اللي بخير، اشوف لما من قال يطبخون كانت تبتسم. ها لما اكيد تطبخين؟ يعني توني اول سنه جامعه فبدات تقدرين يعني تسعفين نفسك وكذي يعني بالطبخات يمكن الخفيفه البسيطه، لان حتى جو امريكا بعد ما يحتاج ان الواحد طبخ اللي هو لا تبين صدق يحتاج، لان كل يوم كلهم تاكلين اكل بيت وكذي يعني مو مفيد. اي بين خصوصا لما تكوني انت متعوده من اكل الوالده اكل البيت وكذي، فخاصه بتسافرين بلد ثاني صدق اول اسبوع او اسبوعين لازم اكل برا وكذي، بس خاصه تتعبين تبعد برا. انا كنت بغربه فاللي قاعد يقولونه يعني كله انا مره فيه. فما شاء الله على روان، يعني تعديتي هالمرحله ولا حالتك حاله اختك؟ لا خلاص يعني عديناها بعد يعني تقريبا 5 سنين غربه الحين عديناها. انا درت طبخين طبخين روان صراحه اطبخ. لا اطبخ شوف انا اطبخ مشابيس فيها مشابيس وشي لا والله هو الناس بس عندها دور ما شاء الله في تخدم قاعد نشوفها من خلال التقرير قاعد تطبخ توثيقا اللي ما قلتي يعني ما شفت التقرير كان ما صدقت الصراحه. هي من نوع اللي انها تدور على الاكل الصحي الصحي بعد دكتوره وطبيبه تهتم يعني بالرياضه وتقولي لا هذا فيه كالوريز اكثر هذا فيه اقل، تقيس ايش كثر الكميه اذا انت مثلا تبتاكين هالاكله ايش كثر لازم اتحرك. فهي عشان شيء مضطره انها تطبخ بايدها ما شاء الله. ما تاخذ شيء جاهز ما شاء الله. روان يعني تخصصك صعب، طب بشري وبالمانيا، هم المانيا بعد لغتها صعبه، شلون تجاوزتي مرحله اللغه صح القول؟ شوف هي اللغه الالمانيه يعني اني اتعلمها كانت مجازفه، انا حبيت اجرب بالاول انها شلون هل اقدر اتعلمها، فجربت ولما شفت اني قدرت عليها هي شوف هي كان مثل اي لغه لازم الواحد يتمارسها بين الالمان بين شعبها يعني عشان يصير في مهاره بالضبط الحديث. يعني لو تعلم لو انا تعلمت هني بالكويت كان نسيت اللغه، انا هني ازور اهلي شهر ارجع المانيا ترفع نفسيته. فهي اللغه يعني اللغه الالمانيه كاي لغه لازم الواحد يمارسها بين شعبها يعني. بس محمد ما لاحظت شيء؟ احنا العاده يعني يمكن بالمسلسلات او يعني مثلا نشوف كعام مثلا يعني اللي يرددون الناس ان البنت اللي راحت درست برا ردت الكويت تحكي انجليزي او تتبنى اللغه اللي راحت عاشت يعني في البلد اللي عاشت فيه. انا ما اشوف هالشيء مع بناتك متمسكين بلغتهم اللهجه الكويتيه. اي انا يعني هذه اللغه للاستعمال، اذا انت عايشه بين اهلك وبين ناسك ما لها داعي تستخدمين لغه مو لغتك. مو احنا بالعكس احنا لان يعني ولا كلمه
اللفظة يعني من بلشنا الحوار محمد كانت خارج اللهجة الكويتية. وهذا الطبيعي، يعني أنا قاعدة بمجتمعي ببلدي أستخدم لغتي، بعدين إحنا لغتنا حلوة، يعني هذه يعني ميزة حق بناتك الله يحفظهم. الله يسلمك. فأنا بالعكس عندي بنات إذا قالوا الكلمة لا ما تنقال كذي، تنقال كذي. ماما هالحكي من وين تبي؟ هذه كلمة قديمة إحنا اللي بالكويت يقولونها بهالطريقة، لا تستخدمين يعني هذه المفردات الأجنبية، هي لها مكان وبينك وبين مجتمعك لها مكان وأسلوب وطريقة، وحتى لغتنا حلوة. أيوة والله أكيد حلوة. لما بروح حق لما فارس الريش، يعني أنت أو اخترتي تخصص العلوم السياسية، بكل صراحة أنت اخترتي ولا الوالدة كان لها دور في اختيار هذا التخصص ولا أنت كامل قرارك؟ لا والله يعني هذا كله كامل قراري، يعني الوالدة بالعكس يعني كلها تقول لنا دائما يعني اختاروا انتم تخصصكم عشان مستقبلا ما تندمون عليه، يعني ما يصير اختار تخصص ثاني يعني مثل يعني هندسة او شيء ثاني كذي بتوهق فيه مستقبلا او ممكن ما انجح فيه مستقبلا. ليش بالسياسة؟ خلها بالعكس تنضم، احنا عندنا ما شاء الله الحق يعني اقر بالدستور للمرأة، فبالعكس هي تمثلنا ان شاء الله احنا نروح ونرد على المرأة، ما قلنا شيء احنا ما حقوق المرأة. ما شاء الله معك أربعة في الحلقة حاليا مو بروحي انا بس. انا كذي خلاص. كنت ابي اسأل روان، عندك دور في ألمانيا، دور اللي هو لخدمة اللاجئين اعتقد هناك في الترجمة، تكلمينا عنه؟ احنا عبارة عن مجموعة طلبة نتكلم اللغة العربية، نساند الدكاترة الألمان والجامعة شريتي اللي انا ادرس فيها ان كمترجمين نساندهم ونوفر لهم خدمات طبية اللي التطعيم، الفحوصات الصحية وغيرها يعني. نعم احنا فخورين فيكم حقيقة، عسى الله يحفظكم حق الوالدة والوالد ان شاء الله، ويحفظكم حق ديرتكم الكويت على ما تخلصون ان شاء الله الدراسة، واكيد نفتخر فيكم. احنا وصلنا الختام، مشكورة استاذة حنان ومشكورة طالبتنا روان وايضا لنا. قبل ما اوصل للختام بسال روان، اختبرك باللغة، اللغة الألمانية؟ ما يبي لها اختبار على الهواء ترى، ماكو مشكلة. عيدكم مبارك، احنا على وجه العيد ان شاء الله عسى الله يبلغنا لا فاقدين ولا مفقودين. شنو هذه صعبة شوي، او كل عام وانتم بخير، اللي هي كل عام وانتم بخير اللي هي التهنئة بقدوم العيد يعني. مو المشكلة ما عندهم عيد هم، فأنا ما أدري شلون الحين بقولها. إذا شنو نقول حق الجمهور؟ الجمهور بالألماني نقول كل عام وانتم بخير. هاي في هذا في من الألماني. إي يلا كل عام وانتم بخير. ألس جوت سم نويس يا. شنو؟ ألس جوت سم نويس يا. والله صعبة. أنت ردي اختبري وقولي العيد وراي وثلاث مرات. ما أقدر. زين تحكي عربي. يعطيكم العافية، أكيد احنا فخورين فيكم، وأعتقد كل متابع سواء كان في الكويت، وبما أن شاشة الكويت متابعة أيضا من الخارج، أكيد في ناس كثير فخورة فيك كأم، وأيضا فخورة في بناتك وأيضا بوالدهم بما أنكم راعيتوهم وأكيد شجعتوهم عشان يصلون لهذه المراكز، وإن شاء الله دائما نشوفكم في المراكز العليا، ترجعون إن شاء الله متخرجين ويخدمون تبلغ والدتكم بالفرحة، يرجعون وإن شاء الله يخدمون بلدهم ويقومون بدورهم إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا رب. متواصل معكم مشاهدينا، وننتقل في غبقة رمضانية إلى ديوانية المعجل، وراجعين لكم مرة ثانية.